بالنسبة لكم هاي اللي وجدت لكم تاعي، انتم ما توجدوش لكم مقبل، ما تقطعوش مقبل، ديروا تالمو ما كفانيش الوقت استعملت هذه الطريقة، ديروا جزء من القماش وجزء من البطانة، الوجه للوجه وخيطوا. بالنسبة للمبتدئين ما تروحوش تخيطوا ديريكت بماكينة الخياطة بالإبرة، خيطوا من الجزء السفلي بالإبرة، خيطوا من الجزء السفلي. واش تروحوا تعاودوا ديروا بعد ما خيطنا، نقلبوا القماش تاعنا هكذا وندي ملاحظة، أنا وريت لكم في الفيديو السابق باللي زدنا لهنا لليد للجزء برك هذا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. واش نروحو نديرو؟ كي نقلبو القماش، نقلبو القماش هكذا ونجيبو المسطرة تاعنا، نحدو 3 سنتيمتر تاعنا بعد ما نكونو عاودنا خيطنا بالماكينة. ديرو 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، ونحدو ونحدو القماش تاعنا هكذا. نعاودو نجيبو دقيقة حبسي، ونجيبو اليد تاعنا الأصلية ونحطوها هنا ونعاودو نرسمو. لكن دوك نوريلكم حاجة، بعد ما نحدو ونرسمو ونقطعو واش نروحو نديرو؟ بعد ما اليد تاعنا وجدت لي، شوفوا كيف جات الخياطه هنا مليحه هايلك، كيما تلاحظوا في جميع انواع لي بلازير ولا المعاطف ما تكونش خياطه هنا في اليد هكذا، رانا حابينها. هذه هي الطريقه باش تولي لكم هكذا. بالنسبه للمبتدئات واش تروحوا ديروا؟ حكموا بالخياطه بالابره هنا كي تجمعوا كاع القطع تاعكم. بعد تجميع القطع واش تروحوا ديروا؟ خيطوا هنا بالإبرة فقط، بالإبرة، وطبقي بس ما يوجدوا لك القطع الأخرى هكذا. وهنا بالنسبة للقطعة تاع قطعة الأمام للطبطين، كما نعرفوا تكون قطعة اللي منا بلا دوبلور، والقطعة منا بالقماش باش يجي الكول تاعنا واقف هايديك. نخيطوا الوجه، وجه القماش مع وجه تاع البيطانه هذه ولا الطبطين ولا ما عرفتش لا دوبلور. وقبل كيما قلت لكم بالنسبه للمبتدئات تروحوا تخيطوا بابره باش كي تروحوا لماكينه الخياطه هذه تزلق، ما تروحوش تغسل لكم كاع، فوتوا باليد وخيطوها بالماكينه راح تولي لكم هكذا. ملاحظة بالنسبة للمبتدئات ننصحكم شرو النوع المليح، باسكو إذا شريتو الرخيص راح يتفتت كامل معاكم، يتواسى كامل معاكم وما تقدروش تخيطو في الماكينة، تجيكم صعيبة سورتو المبتدئات. أنا شريت واحد رخيص، راني رمياتو برك ما استعملتوش ميم با، وتروحو قلت لكم تخيطو هكذا، تخيطو بالماكينة الخياطة. هاي ليك بعد ما كملت الخياطه، مانيش نوري لكم كيف نخيط باسكو كلشي ساهل، ومن بعد كي نركبوا القطعه كامله نوريكم، هذيك هي الحاجه اللي شويه صعيبه عليكم. هاي ليك بعد ما كملت نخيطها بالماكينه، هذا الجزء راح يتخبى على كل حال، نتاكدوا نقطه فقط. عن بالي كاين اللي يحبوا ما يحبوش الفيديوهات الطويله وما يحبوش يخدموا بزاف، الله غالب اللي تحب تتعلم مليح تبع هذه الطرق. نتاكدوا بالليك جزء التبطين راح يكوننا قد الجزء الخارجي، هاي لي كلشي كلشي هاي ليك لقينا كلشي سوا سوا. شوفوا كل شيء راه سوا سوا عليك، نوجدو القطع تاعنا.